وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما بمن تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما لمن القبور النارسات بطيبة لمن القبور النارسات بطيبة تبكي العيون لأجلهم مدرارا يا مدرارا يا قبر حوى الحسن الزكي قبر حوى الحسن الزكي وآخر لعلي السجاد صار منارا يا 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 والباقر الطهر الشريف بجنبه والباقر الطهر الشريف بجنبه ولجعفر سلام الله على جعفر ولجعفر ولجعفر فيها ترى آثارا يا 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 قل للذي أفتى بهدم قبوري قل للذي يفتى بهدم قبورهم أن سوف تلقى في القيامة نارا يا 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 لم تدر أي مقابر هدمتها
لم تدر أي مقابر هدمتها هي للملائك لا تزال مزارا يا ودع عنك ذكر الطايا يا أف إن حديثه أحال فؤادي عند تذكاره جمرا اشترك معي فوالله لا أنسى يا الحسين وصحبه وخيل العدا جاءت إلى حربه تترى فسامته إما عيشة لم يعش بها كريم وإما ميتة تورث الفخرا يا فقال لها اختار ما اختاره الإباء فقال لها اختار ما اختاره الإباء ولو أنني أبقى ثلاثا على الغبرة ما غسلوه ولا لفوه في كفنه يوم الطفوف ولا مدوا عليه ريده عار تجول عليه الخيل عليه الخيل عادية حاكت له الريح ضافي ميزر وريدا قل لمن حجنا بقول سوانا قل لمن حجنا بقول سوانا حيث فيه لم يأتنا بدليل نحن قوم إذا روينا حديثا بعد آيات محكم التنزيل عن أبينا عن جدنا ذي المعالي صلى الله عليه وآله سيد الكائنات عن جبرائيل وكذا جبرائيل روى عن الله بلا شبهة ولا تأويل هذا الشعر ينطبق في مضمونه على الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه والذي نحن الليلة بصدده وفي ذكرى استشهاده سلام الله عليه الإمام الصادق عليه السلام خاض جملة من المعتركات والتي كانت من أشدها في الواقع لكنه استطاع أن يعبر كل ذلك وأن يمرر كل ما أراد عليه أفضل الصلاة والسلام مع صعوبة الظرف الذي كان يعيشه سلام الله عليه عاش بين فترتين عاش فترة احتضار دولة بني أمية وعاش فترة فتوة دولة بني العباس وكان لابد للإمام سلام الله عليه أن يستثمر هذه الفرصة السانحة جيدا وأن يحاول أن ينتقل بالجيل الذي رباه الإمام زين العابدين سلام الله عليه وبالجيل الذي رباه الإمام الباقر عليه السلام
كان لابد له أن يحفظ هذه الجماعة الصالحة كما يعبر عنها المحللون من أجل أن يمر بها عن هذا المعترك الذي كان يحاول أن يفتك بها، وإذا فتك بها فإن جهود الأئمة من قبل الإمام الصادق كلها ماذا؟ كلها تصادر. الإمام جاء يفكر في الآلية التي كان لابد له أن يسير عليها، يعني ما الذي يصنع في دولة بني أمية هذه التي ظلمها عمم على الآفاق؟ يصعد والي بني أمية على المنبر يقول: ونحن المالكون الناس طرا نسومهم المذلة والخبالة. ينظرون إلى أن الناس هم عبيد لبني أمية، ودولة بني العباس أيضا جاءت دولة فتية في بدايتها تترصد لأهل البيت وتحاول أن تجس نبض الإمام جعفر بن محمد الصادق. وهل أن الإمام عليه السلام يؤيد هذه الدولة، أو أن الإمام عليه السلام يثور على هذه الدولة، وكيف ينظر إليها؟ فكانوا يرصدون حركة الإمام عليه السلام. هذا هو الجو الذي عاشه الإمام سلام الله عليه. جاء الإمام يفتح مدرسته لأنه علم أن الدم لا يعطي شيئا في ذلك الوقت، يعني إذا قام بثورة دموية فإنه لن يحقق شيئا. ما الذي سيجري؟ يقتل الإمام سلام الله عليه، تقتل جماعة الإمام، ولا توجد من وراء ذلك أي ثمرة، لا على المستوى القريب ولا على المستوى البعيد. ولذلك قام بثورة من نوع آخر، بثورة تحرك العقول، وإذا به يفتح تلك الجامعة الإسلامية الواسعة التي يتردد صداها إلى يومنا هذا، وصار يحث على العلم. لو جيء إلي بشاب من شبان الشيعة لم يتفقه في الدين لأوجعت ظهره ضربا، هذه هي كلمته. كان يرشد إلى زيادة الوعي وإلى أن ينمي الإنسان مداركه، وبخاصة من يرتبط بأهل البيت عليهم السلام. ربما تقول: ولماذا يخاطب شيعته فقط؟ لو جاء إلي بشاب من شبان الشيعة لم يتفقه في الدين، المفترض أنه إمام من؟ إمام المسلمين، فلماذا لا يخاطب المسلمين جميعا؟ في الواقع لا، في صدد الإجابة على هذا، الإمام ما حرم من علمه أحدا قط، وإذا كل المذاهب الإسلامية هي متولدة عن مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق في الدرجة الأولى. ما منع أحدا، الإمام مالك يصف الإمام ويبين مدى علاقته بالإمام ومدى علاقة الإمام به سلام الله عليه. إمام المذهب الحنفي كلمته مشهورة وتتردد على الألسن: لولا السنتان لهلك النعمان. النعمان بن ثابت الملقب بأبي حنيفة، يشير إلى السنتين اللتين درس خلالهما في مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه.
الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، كلهم أخذوا عمن؟ عن الإمام الصادق، إما مباشرة وإما بواسطة. فما تجد اليوم من علوم ومن مذاهب هي في الواقع مدينة لمن؟ مدينة للإمام الصادق سلام الله عليه. لم يمنع من علمه أحد. يقول ابن حجر: قذفت إليه البلدان بأفلاد أكبادها، بأولادها. الناس جاءوا له من كل جانب، لكنه يوجه الخطاب لشيعته. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن الذي يستمع الكلام هو أولى بماذا؟ هو أولى بالنصح. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ماذا يقول؟ يقول: لا رأي لمن لا يطاع. ربما يخاطب الناس جميعا، لكن الناس لا تمتثل. لا سلطان له إلا على من؟ إلا على الذين يستمعون حديثه، يستمعون كلامه سلام الله عليه. ولذلك كان يخاطبهم بالدرجة الأولى. هذا من جانب. من جانب آخر، لأن الطبقة المسحوقة في ذلك المجتمع وفي تلك الفترات، والذين يترصد بهم والذين يقصون ويؤخرون ويبعدون، هم من؟ هم شيعته. الشيعة عانوا ما عانوا، يعني هذا لا يحتاج إلى كثرة كلام ولا يحتاج إلى إثباتات. تاريخ يضج بالشواهد في أنه في فترة من الفترات، في زمن بني أمية وفي زمن بني العباس، يتمنى الرجل أن يقال له ملحد زنديق، ولا يقال له ماذا؟ شيعي. ولا يقال أنه محسوب على مدرسة أهل البيت. ربما هذا كان من المبالغات فيما يعتقد الناس، إلى أن جاءت الأيام وأرتنا ذلك عيانا، وها نحن نعيش هذا في يومنا هذا، نعيشه تماما. أن الإنسان يرهب ويسجن ويقتل، ربما على الهوية، على هويته، لاسمه، من خلال الاسم يصنف على أنه يحسب على فلان طائفة أو على فلان جماعة. هذا في القرن 21 وفي زمن النور والتقدم والتكنولوجيا. ما بالك بتلك الأزمان السحيقة والغابرة، والتي تجد فيها شعار الظلم هو الذي يسيطر. من هنا كان يريد لشيعته أن يرقوا بماذا؟ بوعيهم، بتمسكهم بدينهم، يصنعوا جماعة صالحة. وهذا الذي ركز عليه الإمام، ولم ينفي كما قلنا أحدا عن مدرسته، أعطى الجميع، قدم للجميع. لما تتأمل في كتب التاريخ وفي الذين يروون عن الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، تجد بعضهم لا يصنفون على شيعة أهل البيت، كالسكوني، كغيره. يوجد بعض الأسماء ينص عليها، هؤلاء ما كانوا من شيعة الإمام، بل كانوا من أصحابه ومن تلامذته ومن الذين تلمذوا عليه ودخلوا إلى مدرسته واستفادوا منها ورووا عن الإمام، رووا عن الإمام سلام الله عليه، لكنهم ما كانوا من الشيعة. هذا يبين مدى سماحة الإمام ومدى عظمة الإمام سلام الله عليه. لكنه كان يخاطب شيعته من باب أولى كما قلنا، لأنهم هم الذين يستمعون، وهم الطبقة المسحوقة والتي لا بد أن يوجه الخطاب إليها بادئا ذي بدء. فتح مدرسته، تعال إلى صفات مدرسته وإلى صفات فقهه سلام الله عليه. يعني بماذا تميزت مدرسة الإمام الصادق عن سائر المدارس؟ بماذا تميز فقه الإمام عن سائر الفقه الذي
كان موجودا في ذلك الزمان وفي الأزمان الأخرى وحتى في زماننا هذا. فتح مدرسته تارة وفق ما تسمح الظروف السياسية في ذلك الوقت، تارة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله لذكره الشرف والصلوات. يستند إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: قال جدي رسول الله، يرتفع بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي ذلك من الدلالات ما فيه. أو تارة لما لا تسمح الظروف أو يمنع الإمام يجلس في بهو داره، في داره يدرس العلوم المتعددة، هذا في مكان المدرسة. العلوم التي تدرس في مدرسة الإمام إضافة إلى علوم الفقه والدين انفتحت على العلوم الأخرى، والذي بدأها قبله الإمام من؟ الإمام الباقر سلام الله عليه. تجد علوم اللغة، علوم الرياضيات، الفلك، الجغرافيا، الهندسة، علم الكيمياء، هذه العلوم تراها واضحة في مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. وهذا ما أفاض فيه مجموعة من الكتاب من الأساتذة الغربيين، ألفوا كتابا موجود يباع في الأسواق، الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب، تحدثوا عن العلوم التي ناقشها الإمام والعلوم التي جاء بها الإمام والتي كان يتعجب منها العرب في ذلك اليوم، لأنهم ما سمعوا بها وما عرفوها قبل ذلك، وإذا بالإمام يفيض فيها وإذا بالإمام يؤسس لها وإذا بالإمام سلام الله عليه يخصص لها أساتذة، يخصص لها معلمين من أمهر تلامذته، من أعظم هؤلاء المعلمين ومن أخلصهم، وإذا به يقدم لهم هذه الأساسات، يعطيهم هذه الأساسيات من العلوم، وهم يقومون بتوسيعها وبنشرها للناس إلى أن أفادت البشرية جمعاء بفضل من؟ بفضل الإمام جعفر بن محمد الصادق. وهذا ليس من الكلام الخطابي الذي يطلق على عواهنه، بل له ألف شاهد وشاهد في كتب التاريخ تنص عليه إلى يومنا هذا، وموجود في مظانه، من أراده يستطيع أن يأخذ مصادره وأن يتوسع فيه كما يريد. فهذا موقعها، وهذه العلوم التي تدرس فيها. طبيعة المدرسة كانت تستقل عمن؟ عن السلطات، بخلاف المدارس في ذلك الزمان وإلى يومنا هذا. المدارس الفقهية في كل المذاهب الإسلامية مع كل الاحترام لها، وهذه منهجيتهم وهذه طبيعتهم، والناس فيما يعشقون مذاهب، لكن فقه الإمام جعفر يتميز بميزة لا توجد عند سائر المذاهب. اليوم كل مدرسة من المدارس الدينية أو الفقهية لابد أن تسندها من؟ الدول، الأنظمة. الأنظمة هي التي تسندها، وعالم لا تسنده دولة من الدول هذا العالم يكتب عليه في غالب الأوقات ماذا؟ الفشل في الواقع.
يعني حتى المذاهب اليوم الباقي من المذاهب الإسلامية الأخرى 4-5-6 المشهور منها 4. لماذا بقيت هذه المذاهب؟ لأن الدول هي التي تبنتها، لأن الحكومات هي التي تبنتها، لهذا بقيت. كان هناك عشرات من المذاهب، ولكن لأن الدول ما تبنتها أو تبنتها بعض الدول لفترة من الفترات، فكتب لها أن تذهب بذهاب من؟ بذهاب تلك الدول، أن تتقلص بتقلصها. إلا مدرسة الإمام جعفر سلام الله عليه. وإلى يومنا هذا تجد أن المدرسة الشيعية الفقهية تستقل بذاتها، يعني العالم الشيعي لا ينتظر واردا اقتصاديا ممن؟ من الدولة مثلا أو من الحاكم، لا ينتظر هذا. بحال من الأحوال يفرض طبيعته وهيمنته واستقلاله، ولذلك ترى استقلاليته في القرار، بينما الآخر لا، طبيعي أن تراه أنه يصعد على المنبر مثلا في يوم الجمعة: اللهم احفظ السلطان ابن السلطان، اللهم احفظ الخاقان ابن الخاقان، من طبيعة خطبته هذا الأمر، لابد أن يصنعه. إذا لم يصنع هذا الأمر يقطع ماذا؟ يقطع راتبه، قوت عياله لا يجد، لا يجد ما يلبس، حتى عباءته تأتي من الحاكم. بينما الذي ينتمي لمدرسة الإمام الصادق تراه مستقلا، موارد المدرسة وموارد الطائفة موارد خاصة بها، خاصة بها، جعلت الأئمة يفرضون وجودهم، وجعلت من بعدهم العلماء والفقهاء يفرضون استقلاليتهم. ولذلك إلى اليوم تجد أن الحوزات الشيعية في كل مكان تمتلك ماذا؟ تمتلك رأيها، تمتلك كيانها، ليس من الممكن أن تصادرها حكومة من الحكومة أو موقع من المواقع، أو أن تتلون بلون الحاكم في يوم من الأيام، حتى وإن كانت الدولة ماذا؟ حتى وإن كانت الدولة تحمل شعار التشيع نفسه، مع ذلك تجد أن العالم مستقل لا يغرد في سرب الدولة ولا يتلون بلونها. هذا كله من بركات من؟ من بركات الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله، ومما جاء به هذا الإمام والذي فرضه. يكتب له المنصور الدوانيقي: لماذا لا تغشانا يا جعفر كما يغشانا الناس؟ يعني يأتي لنا الناس يتملقون، يقفون على أبوابنا، ينتظرون في صف طويل، يتجشمون العناء والتعب من أجل أن يدخلوا علينا. أنت لماذا لست هكذا؟ لماذا لا تغشانا يا جعفر كما يغشانا الناس أو كما يغشانا غيرك؟ وإذا بالإمام يجيبه بإجابة حاسمة تبين استقلال الكيان وتبين عزة التشيع إلى يوم القيامة، هذا بفضله سلام الله عليه. إذا تجد اليوم كيانا شيعيا محفوظا فهو ببركات الإمام الصادق وبوعي الإمام الصادق وبتخطيط الإمام جعفر بن محمد الصادق وبالجهاد الذي عمله الإمام وبمدرسة الإمام سلام الله عليه. لماذا لا تغشانا كما يغشانا الناس؟ قال: ليس عندك من الآخرة ما نرجوك له، ولا عندنا من الدنيا ما نخاف عليه منك لتأخذه، ولست في مصيبة فنعزيك، ولست في نعمة فنهنيك. يعني حتى المجاملة الاجتماعية إذا نحن نضطر إليها، لا يوجد عندك من الأمور
التي ماذا؟ التي تجامل بها والتي تدارى بها. قال له: تأتي إلينا لتصحبنا ولتنصحنا. ماذا قال الإمام سلام الله عليه؟ قال: من أراد الدنيا لا ينصح، ومن أراد الآخرة لا يصحبك. كلمة حاسمة، روح حسينية بين جوانبي، عاشها ورفعها وسار بها. غضب من ذلك المنصور غضبا كبيرا جدا، وهذا أحد أسباب مقتل الإمام، التي دعته لمقتل الإمام سلام الله عليه. مع ذلك اعترف بأهمية الكلمة، قال: والله لقد عرفني الناس بكلمته هذه، من المتملق منهم ومن غير المتملق. ونفسه المنصور. فأعظم ما ميز المدرسة الصادقية هو استقلالها. بعد استطاعت هذه المدرسة أن تصمد مدى الزمان. تعرف الزمان فيه المتغيرات كثيرة، الفقه لا بد أن يواكب ماذا؟ يواكب العصر، يكون مرنا، يستطيع أن يعيش واقع الناس، متطلبات الناس، ما عند الناس. وهذا الذي يتميز به فقه أهل البيت عن فقه غيرهم. تجد أن بعض الفقه لا يمكن أن يصمد، لا يمكن أن يبقى، ولذلك يؤتى بأمور أخرى، بآليات أخرى، حتى يستطيع أن يمرر، أن يحفظ ما لديه من فقه بترقيعات معينة. في التشيع لا يوجد هذا، لأن الفقه الذي ينتمي لأهل البيت عليهم السلام يستطيع أن يساير ماذا؟ الزمان والمكان. حلال محمد حلال، كما يقول الحديث، إلى يوم قيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم قيامة. ولذلك تجد الفقه الشيعي يستطيع أن يعيش في كل ظرف. المسائل المستحدثة دائما تجد لها ماذا؟ تجد لها جوابا منتزعا من السنة، من القرآن، من علوم أهل البيت سلام الله عليه. هذا أيضا من المميزات. ولذلك لما وقعت بعض المذاهب في حرج في مسائل الأحوال الشخصية، وفي مسائل القضاء، وفي مسائل الطلاق، وقعت في إحراج كبير، وإذا بها من أجل أن تقضي على إحراجها لجأت إلى من؟ إلى فقه الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. اليوم في كثير من الدول يغير قضاؤها في كثير من الأمور إلى القضاء ماذا؟ إلى القضاء الجعفري. طبعا لا يصرحون بهذا، لا يصرح به على الهواء الطلق لا يخرج، لكنهم يفعلونه، يعملون بفقه الإمام جعفر من أجل أن يتلافوا ما عندهم من هنات. وهذا الذي يبين متانة الفقه الصادق، متانة فقه الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله. هذا أيضا من المميزات التي تميزت بها مدرسة الإمام وفقه الإمام. بعد احترم الآخر مع قوة فقهه ومع عظمة فقهه، كان يحترم الآخر مع أن الآخر أظهر ضعفه أمام الإمام. ابن أبي ليلى قاضي من قضاة بني أمية وفقيه من فقهائهم، يسألونه: هل غيرت مسألة أو تراجعت عن حكم في قضاء؟ قال: والله لم أفعل ذلك إلا فيما أشار علي به جعفر بن محمد الصادق، لأنه يلزمني الحجة ويلزمني الدليل. هذا يظهر ماذا؟ يظهر اعتراف الآخرين بما جاء به الإمام سلام الله عليه.
وبالعلوم التي كانت تخرج على لسان الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. مع ذلك كان يحترم الآخر، يحترم الآخر، يتعايش مع الآخر، يزورهم ويأمر شيعته بزيارتهم، عودوا مرضاهم، شيعوا جنائزهم، صلوا من خلفهم. هذا يعني ماذا؟ يعني الانفتاح في مدرسة الإمام سلام الله عليه، والانفتاح بشرط ألا تغيب الهوية. أنا أنفتح على الآخر ولكن لا أذوب في الآخر. هذه هي مدرسة الإمام، عندها ثوابت. أنفتح عليك، أحترمك، لكني لا أنصهر فيك ولا أطلب منك أن تنصهر في ماذا؟ في أنا. هذا الذي جاء به الإمام سلام الله عليه، والذي بثه الإمام، لذلك نشر الوعي في الأمة وسار بالوعي في الأمة، فكانت الأمة كلها تعرف للإمام جعفر مكانته وتعرف للإمام جعفر عظمته. هذا شيء من مميزات مدرسة الإمام وفقه الإمام سلام الله عليه. لكن كيف كوفئ الإمام؟ الإمام كيف تعاملت معه الأمة؟ الإمام أطول أئمة أهل البيت عمراً، الإمام الصادق سلام الله، عاش إما 65 سنة أو 68 سنة أو ذرف على 70 في بعض الروايات، ذرف الإمام على 70، لكن ما رعيت شيبة الإمام عليه السلام. الظلامات التي تعرض لها كثيرة جدا جدا كثيرة. أسألك بالله، ماذا تفعل لو رأيت عالما بشيبة وبهيبة تراه لا يحترم، تراه يجر على الأرض جرا؟ ما الذي يحصل في قلبك؟ ما الذي يحصل في خاطرك؟ مجرد تصور هذا مؤلم، مجرد التصور مؤلم، أن ترى عالما بهيبته بشيبته بكبره يهان. لقد أهين الإمام جعفر بن محمد، أهين، يدخل على المنصور، المنصور يتهم الإمام بالكذب والعياذ بالله، يتهم الإمام بالكذب، تكبس على الإمام داره، يتسور عليه وهو يصلي، تروع بناته وعياله، يأتي له الربيع لا بد أن تجيب أمير المؤمنين مهلا حتى أغتسل، يقول له لا، أضع عباءتي على كتفي، عمامتي على رأسي، يقول له لا يا ابن رسول الله، لا بد أن تخرج على الحالة التي أنت عليها. ثم يوضع الحبال في عنق الإمام ويجر على الأرض جرا، يوضع الحبل في عنقه، ثم يأخذ طرف الحبل بعض الجلاوزة والجنود، يركض ويركض إلى أن تتع عنق الإمام، فيسقط الإمام على الأرض ألم مناد وإماما، ألم مناد وسيدا. بهذه الحالة كان يعامل الإمام جعفر عليه السلام، وكان يهدد من قبل المنصور بين آونة وأخرى، إلى أن جرعه سما ذعافا قد تالى، فمضى الإمام عن طريق السم، لكنه ما تجرع السم إلا بعد أن تجرع من المرارات ما تجرع. يحضر جارة للاستهزاء وجارة للاستجواب،
وجارجا للإهانة وتحرق على الإمام داره. يقول أهل المدينة بينما نحن في يوم من الأيام وإذا ألسنة اللهب ترتفع من دار الإمام، أمر المنصور أن تحرق دار الإمام على من فيها، فجاء الجلاوزة وأشعل النيران في الدار، ارتفعت ألسنة اللهب وإذا ببنات الإمام تضج من حجرة إلى حجرة ومن مكان إلى مكان. تخيل الحالة، بيت ويكبس على أهله، يحرق على أهله، الله أكبر، أي موقف هذا؟ كيف إذا كان هذا البيت هو بيت الإمام جعفر بن محمد؟ علويات مصونات في ذلك البيت لا تخرج من غير حجاب ولو احترقت، صارت النساء كل تلوذ بالأخرى، تتفارر النساء من مكان إلى مكان. تأمل هذا المشهد والإمام ينظر إليه، الإمام ينظر له، أمامه المشهد، ينظر إلى بناته، ينظر إلى جواريه، ينظر إلى زوجاته. أسرع أهل المدينة، أخمدوا النار إلى أن ارتفعت ألسنتها من جانب آخر، قام الإمام الصادق يمشي عليها حافيا، صار يمشي على النار وهو محتف من غير نعل، يقول أنا ابن أعراق الثرى، أنا ابن أعراق الثرى، أنا ابن إبراهيم خليل الله، أنا ابن محمد المصطفى. إلى أن انطفأت النار ببركته، لما انطفأت جلس الإمام من جانب، اشتمل بعباءته وضعها على رأسه، وضع رأسه بين ركبتيه، اهتزت أعطافه، صار يبكي. لماذا تبكي يا ابن رسول الله؟ لقد أخمدت النار، وما نالكم من النار شيء كثير، فقط في الباب والدهليز وبعض الأثاث، وما ذهبت أرواح يا ابن رسول الله. لماذا تبكي؟ أمن هذه النار تبكي؟ قال لا والله، تذكرت نارا أخرى. الله أكبر، تذكرت نارا أخرى. أي نار هذه سيدي جعفر؟ قال تذكرت نارا أشد من هذه النار، صنعت صنيعها، ولولا تلك النار لما أصبنا بهذه النار. أي نار سيدي؟ قال لما رأيت بناتي وزوجاتي يتفاررن من حجرة إلى حجرة ومن مكان إلى مكان، تذكرت النار التي شبت يوم العاشر من المحرم، تذكرت النار التي شبت ظهر العاشر في مخيمات جدي الحسين، والمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين على أهلها يا. وتذكرت عمتي زينب وهي تركض من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خبايا، وحائرات أطار القوم أعينها، وحائرات أطار القوم أعينها يا، رعبا غدات عليها خدرها هجموا. تأمل الحالة، مخيمات تكبس على أهلها، المنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين على أهلها، فقط نساء، فقط أطفال، النار من ورائهم، ثم ماذا؟ من أمامهم الخيول. عبارة المؤرخين ماذا تقول؟ هجمت في دفعة واحدة 10,000 خيل على مخيم أبي عبد الله،
في دفعة واحدة، هي عبارة المقتل ترى، في دفعة واحدة هجمت بعد سقوط الحسين وبعد أن شبت النار، يعني النار من الوراء ذاهب إلى كربلاء، رأيت المخيم، المخيم من ورائه نار، إلى أن أتت النار عليه أصبح كجمرة ملتهبة من اللهب. وأمام النساء ماذا؟ وأمام النساء الخول بصهيلها وبحوافرها، وإذا بالحوراء زينب تنادي: أخي حسين، نور عيني يا أبا عبد الله، إن كنت حيا فأدركنا، فهذه الخيل والرجال قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. خرجت تعدو حافية على بوغاء كربلاء والناس ينظرون إليها، والله إجيتك يا خويا فاجد الراي، إجيتك يا خويا فاجد الراي، ومن الرعب تتراجع فعضاي، ومن الرعب تتراجف أعضاي، علي يا خويا الناس تماي. وإنهم السادة يرضون على عمتهم، يقول تأشر 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 الناس على زينب، وعلي يا خويا الناس تماي، يقولون هاي أم الخدر هاي، يقولون هاي أم الخدر هاي، هاي والله هاي اخت الذبيح الما شرب ماي، والله لو اتجيلك، والله لو اتجيلك بيمناي تقدر ترد يا حسين وياي، يا والله تقدر ترد يا حسين ويا. وحائرات أطار القوم أعينها رعبا غدات عليها خدرها هجموا يا الله. إخواني هنا الجماعة يشيرون يقولون جمع للمقبرة، هاي بس هاي اللي كاتبين، أكثر من هذا معنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادخلنا في كل خير، ادخلت فيه محمدا وآل محمد، واخرجنا من كل شر، اخرجت منه محمدا وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، واجعل مماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم فك كل أسير، ارحم كل شهيد، أيد واحفظ حماة الدين المخلصين العاملين يا رب العالمين. المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ضاعف أجرهم. إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، من أوصاني بالدعاء اللهم اشف مرضاهم، البسهم ثوب الشفاء والعافية، صب عليهم العافية، صب أقر عيون أهلهم بهم، رب اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات وسائر بلاد المسلمين، فرج عنا فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. إلى أرواح موتانا، موتاكم، موت المؤمنين والسامعين، لا سيما موت المؤسسين، نهدي للجميع ثواب المبارك الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.